مسائل أو أسئلة خمسة قبل أن نبدأ بالدراسة. بينزا سؤالنا يا بينزا مسائل مخكي دينا جديد درس شروكو. نعم. لماذا ندرس التوحيد؟ ولي توحيد وايو. لماذا اخترنا دراسة هذا المتن؟ مونغا دي متن دي كتاب اختيار ولي كرده. لأننا طلاب. زكت مونغا طالب العلمانيو. الطالب العلم لابد يسير على النهج الذي خط لنا العلماء حتى نصل إلى ما وصلوا إليه. طالب العلم باید په هغه خط او مسیر باندې لار چې علما ورته جوړ کړی دی چې د خپل هدف ته ورسیږي. نعم، اول ما يبدا به المسلم تعلم التوحيد، واول كتاب هو هذا الكتاب. اول د ټولو نه اول چې کله مسلمان شروع کوي باید هغه توحید کتاب شروع کړي او هغه دا کتاب دی. نعم، السؤال الثالث. دریم سوال، ما هي الاصول الثلاثه باختصار؟ مختصر شكل بان اصول الثلاثه سشيدي هي الاسئله التي تسال عنها في قبرك. دا هغه درې سوالونه دي چې قبر کې تانه تپوس کیږي. من ربك؟ رب دې څوک دی؟ وما دينك؟ دين دې څه شي دی؟ ومن نبيك؟ نبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. نعم، السؤال الرابع، ما الفائده، ما الثمره التي نجنيها من دراستنا لهذا المتن المبارك؟ ان ذا سؤال دا دي چې دې فائده صدا دې متن د ویلونه فائده او ثمره صدا چې موږ دا وایو. الفائدة والله أعلم أننا إذا تعلمنا الآن في الدنيا هذه الأصول الثلاثة. فائدة دينا والله أعلم دا دي كشرت الدنيا كي مونغ دا دري سوالونا يادكرا. ثم عملنا بها. أو بيام وربان دي عملوك. ثم دعونا إليها. بيام أغي طرفت دعوتك. صبرنا على العلم والعمل والدعوة. فعلم عمل لو دعوت بان دي مصبروك. نصنع هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر. بالدنيا كجداك وإن شاء الله تعالى تقبر كي بجواب تمون تياريو. السؤال الخامس والأخير. بين زم سؤال أو آخري سؤال. على ماذا يحتوي هذا الكتاب المتن المبارك؟ بدي كتاب كي سشيدي ده احتواء ومتن سشيدي. يحتوي على أقسام خمسة. ده بين زق اسمه بان مشتمل ده. المسائل الأربع. سلور مسائل. علم وعمل ودعوة وصبر. علم عمل دعوة وبدي بان دي صبر. القسم الثاني المسائل الثلاثة أنواع التوحيد الثلاثة. دوام قسم توحيد دري قسمنا. نعم، الثالث لماذا ندرس التوحيد. دريم ولي من توحيد وايو. الرابع شرح أسئلة القبر. سلورم دي قبر دي سوالون وتشريح. ثم الخامس والأخير الخاتمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالتوحيد والله أعلم. پنځم هغه خاتمه ده د الله نه دا سوال کو چې زموږ آخري خاتمه په توحید باندې کی والله اعلم.